منعاوش ندخل اختي داك الدار، لان انا عانيت وكنت غنموت بسبب التوكل. صراحه انا عانيت وكنت غنموت بسبب التوكل مع داك الناس، انا ما نعرفش ندخل عندهم نهائيا. ولكن داك السيده هذه عامين ونص باش فرقتنا، باقي الان تدير الاعمال الشيطانيه ديالها، باقي السيده ما بغاش تحبس. لا، القانون يؤطر هذه الظاهره ويحمل الضحايا ويعاقب الفاعل. تزايد اعمال السحر والشعوذه بالمغرب بشكل كبير، ويتزايد معها عدد الضحايا. بين أيدينا اليوم حالة جد مستأصية لرجل أثر السحر على كيانه الأسري، فهل يحمي القانون مثل هؤلاء الضحايا؟ لنتابع. أم الطالقة اللي هي متربيها ومتبنيها أنها هي سبب في التطليق ديالنا، إحنا كنا صراحة عايشين من داكشي. بين عشية وضحاها تقلبت علينا الحياة، أقسم بالله باقي حوايج عندي في الدار في بيت الناس، الآن ما هزت منهم حتى شي حاجة. وأولادي رانا تنهضر معاهم تنتكلم معاهم وتنجيو، هي راه ما كرهتش تجي من اليوم الغدا، ولكن داك السيدة هذه عامين ونص باش فرقتنا، باقي الآن تدير الأعمال الشيطانية ديالها، باقي السيدة ما بغاش تحبس. سيدة واش عندها 78 أو 80 سنة؟ واش ما بغاش السيدة تحبس؟ وطلبت السيد وكيل الملك باش يصفت عليها ويتعاقب هذه السيده، ولكن بدون جدوى، لانه ما كاينش واحد النص قانوني اللي تعاقب هاد المسائل هادشي في القانون. والاطفال ديالي رانا تنهضر معاهم وتيجيو عندي ماشي مشكل، ولكن راهم مساكن معانيين مع هاد الناس هادو اللي ما هي جداتهم، ما هما حبايبهم، ما هما عائلتهم. حتى هي كذلك كانوا داروا لها واحد السحر. صراحة أنا يصحاب لي عندها أن بروبليم أو نيفو ديال لوتيروس، دارت لها سحر ديال الجرية، بقات تجري بالدم 45 يوم. أنا بقيت هي تنشوف فيها، عاد مشيت بقيت تنجرى بها عند الأطباء، ما عندها حتى شي حاجة باش دارت لها ليزيكوغرافي، ما عندها السيدة حتى شي حاجة. هاد السيدة الله ياخذ فيها الحق، هي السبب التطليق ديالنا. وما زلت نقول ونعود، أنا ما كرهتش هاد السيدة تعاقب، وأنا تنحمل القضاة كافة المسؤولية اللي قاموا بهاد التطليق هذا، لأن ما قاموش بالعمل ديالهم. وبغيت بحث الملف ديالي اللي هو 1036 على 1626 على 2021، بغيت يتحقق مع عند رئاسة النيابة العامة اللي في مدينة الرباط، وبغيت الحق ديالي يبان ومعاقبة هاد السيدة. أعتقد بأن هذه مسؤولية النيابة العامة، أنه النيابة العامة عندما يطرح عليه موضوع من هذه المواضيع، وما دام أن الأمر فيه مخالفة للنظام العام المغربي ويتعلق بفعل مخالف للقانون الجنائي، المفروض أنه يتم فتح بحث في هذه النازلة ويحال على الجهات المالية ويتم الاستماع للأطراف، ولا تأكد بأنه هذه الأشياء كاينة، لأنه يمكن ما نبقاوش في باب الشعوذة، لأنه إلا كانت أشياء من باب التسميم، لأنه تعطاو أشياء اللي يأكلها أو يشربها وكذا، غندخلوا في طيار جريمة التسميم اللي كتوصل للجناية. لذلك كاين اشياء يعني الايداء العمدي، يعني الامور اللي تعتقد ان القانون الجنائي يعني يعالجها، والنيابه العامه المفروض انها تفتح بحث فيها. لا، القانون يؤطر هذه الظاهره ويحمل الضحايا ويعاقب الفاعلين. لا، القانون واضح، لانه كل فعل يقدر بالوقائع المسؤوليه. الى جاوا في اطار الشعوذه عطاو اشياء اللي شربها ومن بعد ادات للتسموم ديالو، كنكون امام جريمه التسميم. اليوم كاين يعني شي بان في كاميرا، هذا شي واحد شد الزاج ودقو وعطاه لشي واحد على اساس انه حنا ولينا في جريمه، ومن بعد مات ولينا في جريمه ديال القتل العمد. يعني الافعال توصف على حساب الوقائع، اما نكون امام جريمه قتل او جريمه تسميم او جريمه ايداء او جريمه نصب احتيال، او على حساب التوصيف للواقعه. واعتقد بانه القضاء الجنائي يعني يده تمتد الى مثل هذا. انا قسما بالله العظيم هضرت معها مرارا وتكرارا، قلت لها اوديوات، قلت لها الا بغيتي ترجعي واخا طلقنا ما كاين حتى شي مشكل ارجعي، ولكن الا بغات ترجع واحد فينا تختار، اما انا اما هما. ما نعاوش ندخل اختي لذاك الدار، انا عانيت وكنت غنموت بسبب التوكل مع ذاك الناس، انا ما نعاوش ندخل عندهم نهائيا للدار. الاشكال اللي كاين هو انه عدد الشكايات قليل، لانه ضحايا الشعوذه لا يستطيعون التوجه للقضاء، لانه اصلا هم كيكونوا اشخاص يعني طرف بمعنى من المعاني، انه يبحث عن وسيله للوصول الى حق بشكل غير طبيعي، لانه
المفروض انه ملي كتبغي توصل حقك كتمشي كتوصل ليه بالاشياء العاديه، فمني كتختار الطريق غير العادي من باب السحر وكذا وتمشي عند هاد الكهنه او الكهنوتيين من اجل يعني الوصول الى بعض الاشياء، فانت كتختار مسار غير عادي، فمني كتوقع تكون ضحيه الاغلب يتكتم. بعد متابعة هذه التفاصيل تبين أن المشرع المغربي لم يترك فراغاً فيما يخص معالجة ملفات ضحايا السحر والشعوذة، يبقى على الضحية التوجه إلى النيابة العامة وإثبات أنه ضحية لأعمال مخالفة للفطرة البشرية قبل أن تكون مخالفة للقانون. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.